الماما بتحبها؟ ها؟ الماما معادل السيدة فيحاء بتحبها ولا ما بتحبها؟ والله ما بعرف. شو هي ما بتعرف؟ كل الجماهير ورزم الكادحة وصغار الكسبة والعمال والفلاحين والمستخدمين المدنيين والنخب المثقفة والمعارضة والموالاة والصامتين الرمادين اللي بزيتوهم ولسه بتقلي ما بتعرف؟ هلا شو دحش هي بهي؟ بعدين يا اخي ما في داعي للحب اذا واحد بده يخلف ويجيب اولاد، شو بك انت؟ لا يعلم ما في النفوس الا رب النفوس. ما اختلفنا يا ابو عادل، بس هاد عمر 40 45 46 سنه مو قلال، ما صار حديث بيناتكم حول هذا الموضوع، يتساءل احدهم. لا اعتقد ذلك. لك يا بابا فاهم علي، الله يرضى عليك، يعني بزمناته المرأة لما كانت حتى بتحب جوزها ما كانت تسترجي تقله، بخاف يعتبرها فلتاني، عرفت شلون؟ بعدين انت ليش عم تسأل؟ مشان اذا بتحبك تحاول تبتزها، لانه المرأة اذا حبت رجال يعني بتبقى مطبوعة فيه، الرجال بياخد منها كل شيء. لا نحي انا ضابعة. مشان هيك رح نحاول نعزف على هذا الوتر، بلكي بنقدر نلحن مع بعضنا أغنية الهجرة. إيه ليش لا؟ منجرب. حلو، وأنا رح أشكل غرفة عمليات ونبلش على جميع الجبهات. سين سؤال في حال. سين جواب. تفضل. يعني هلأ إنه أنت انه انا يعني هلا انا انه يعني انا بالنسبه لك مثلا شو هالسين سؤال هذا؟ افتح دفتر العيله ودقق فيه منيح، بتعرف انت بالنسبه لي شو؟ جوزي. ايه بعرف، يعني هو يعني هيك بس، يعني نقطه انتهى قصدي. في شيء ثاني كمان؟ يعني شيء ثاني غير اني جوزك، يعني شغلات هيك ثاني، عرفتي كيف؟ كل شيء الله حلله. اوكي ما اختلفنا. قصدي يعني مشاعر هيك سنتتيف، يعني عرفتي كيف؟ فهمتي علي؟ مشاعر في لا يخلو الامر. انت جوزي وابو ولادي، بشفق عليك وبزعل منك وبفرح لك كثير لما بيطلع معك شي شغله حلوه هيك وعليها العين، هيك شي يعني. هلا بكل قواميس اللغه ما لقيتي غير كلمه شفقه وهي، بدي ازعل منك في حقها. شو بنا خليل؟ ليش بقاموسك في شي تاني مالي خبره؟ شو بدك ارقص لك؟ في مشاعر حس فيها مالي خبره؟ قلي. مو عبس انه كل هالوقت انا ما حسيت بهالشي. اي شي شغلت بالي؟ الشي اللي قلت لك اياه. شو هذا الشي اللي عم تقلي عليه؟ احكي، بلكي في شي ما عم بعرف عن اي شي عم تحكي. والله لو كان في شي ما كنت مضطر اني استنطقك. ايه احكي 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 دغري بدون حواجز بلا لف ودوران. فيحة انت بتحبيني؟ هلا بهالازمه؟ ولو شو يعني هالازمه؟ انا عم بحكي عن جد، انا ما عم امزح. ايوه طالما عم تحكي عن جد، انا قديش كان عمري لما صرت عندك؟ 16 سنه. وانا وياك قديش صرنا متجوزين؟ 46 سنه. تذكروا سنه سنه، شهر شهر، يوم يوم، ساعة ساعة، دقيقة دقيقة. إذا بتلاقي شغلي هالقد قدها، هالقد بدي مكبر لحتى تشوفها. سبب حبها؟ كون بحبك قولا واحدا. يعني ما رح تجاوبي؟ جاوب لحالك، جايب لي أصعب سؤال وجاي تقلي جاوبي، تعجيز الشغلة. لأنه كبرة شبيها عمرها.
عم بصر. بالمختصر اختي بدك تسافري؟ ايه انا هلا كنت عم ببصر على هالقصه، بتصدق؟ وينك؟ انا مستعده امشي مشي، مستعده اركب على الموتور، مستعده اطلع على جناح الطياره، بس سافر. طيب هدي حالك شوي مشان اقدر ساعدك وتساعديني. وينك؟ كل اموالي المنقوله والغير منقوله تحت تصرفك، خذها وبيعها، هدول جوز الحلقه، بفك لك اياهم بتاخذهم بتبيعهم، المهم ريح قلبي ما عاد يلقى، رح ركب له شوي ثاني اسانسير على قد ما عم يسلط مع كل هون وما عم يطلع. خلص رح اريحك من الشغله. بدل ما تركبي لقلبك اسانسير، ان شاء الله بيسلم لي قلبك. قعدي بهالبلد الجديد على شي بلكون واستمتعي بزقزقة العصافير ورفرفة السنون وتأثير الفراشات مع قهوة الصباح. بلشنا نتفصح مو؟ لك أنا مستعدة أدفع نص عمري لحتى أقضي نص الثاني من غير هاوين. آخ ما بدنا مصاري لأنه بدنا نبيع كل شيء، بس المشكلة أمك. أمك حتى شرط إنه ما بتطلع إذا ما وافقوا الكل. شو هالشرط هاد؟ تعجيزي سباعي الأبعاد هاد، وما فينا نبيع شيء إذا أمك ما وافقت. أكلنا كم تريدي. سبحان الذي خلقها الأم اللي عنا، سبحان الذي خلقها، تشتري الهم مشترى بالدولار إذا لزم الأمر. المهم أختي إجا هلا وقتك لا تختبري قدرتك على الإقناع. مين هاد؟ أنا أقنع أمك؟ ليش بابا من شو بيشكي؟ ما والله الحقيقة مرة يا فداء، ما أبوكي ماله مهني بنوب. ما علينا أختي، رح نبلش فيهم واحد واحد. مشي، كل ما فرمتنا واحد بننط على اللي بعده. مين بدنا نفرمت بالأول؟ بلشي بالسكايب، شني هجوم على عادل، هذا الحلقة الأصعب، باسورده بيجي صعب شوي، وأنا رح أبلش بالفايبر. علينا على السكايب. هلأ إذا علق النت بده ساعة لحتى يبحبش على الزر لحتى يكبسه ويعمل رد علي. ألو شلونك عادل؟ شو أخبارك؟ ولك وينك يا رجل ما عم تحكي معنا؟ شو هالحكي؟ إيه كل يوم عم ندق لك شان نطمن أمك. هلا ما إيه أخي في فكرة هجرة. أيوة إيه ماشي ليك بعد شوي بدق لك شان تحكي هذا الحكي لأمك. لا ما في شي شان تقول لي إنك موافق. يلا باي فرط حبه. هي سقط أول رجاء، طلع العينتين ما بيلقى دفشة. عادل وافق؟ ما بصدق. أنا قلت الكل بيوافقوا إلا عادل، هذا بالذات دوز الوطنية عنده عالي كتير. عليم الله كل خطابه بيسلخه، بتقول الوطن ملزق فيه بالألتكوت الزيق. حطي بالخرج أختي، حطي بالخرج، طالما في زر اسمه ديليت ما في شعار حق فرنك. بكلمتين حلوين وبقرشين بتعملي ديليت على أكبر شعار طنان. حطيت جولييت تحت امر الواقع. شوف يا ابني، بحياتك ما تتجوز وحده غصب عنها ابدا، لانه المراه لا يمكن ان تنسى، لا يمكن. هلا اذا جمعت كل لغات العالم ما حتلاقي الكلمه المناسبه لحق النسوان. يا لطيف. طيب شو بنفهم من هالكلام ابو عادي؟ لك شو انت حمار بتلاقي مكاهب المعلقه يعني؟ روح الله لا يوفقك. والله لولا غريزة البقاء كنت زتيت حالي من هداك السطح. أدماني حزنان وزعلان. يعني كان ضروري أعرف هاي الحياة بآخر عمري؟ لا يا سير، شو صاير معك خبرني؟ يا ريت ضليت مو عارفة. على المقلية بضل بحترم حالي. لا تقولها. يعني الماما ما بعد 46 سنة، يا أتي من 46 سنة ما خطت على بالي هالشغلة. كلها طلعت منك يا تافه، كلها منك. انا صابني هذا المصاب كلها منك. شلون هلا بدي اقابلها واجهها؟ لك روح تضرب انت وال17 دوله تبعك، واللي بده يسافر واللي ما بده يسافر حد جهنم. ولا همك ابو عادي، ولا همك، ان شاء الله بيقبرني هالوش. مو مشكله. شو مشكله بعد 46 سنه عايش مع وحده ما بتحبك؟ يعني ما بتحبني؟
لو كنت دريان كنت عملت شيء. أنا ما سمح لي أربعة، كنت دورت على ثلاثة لقيت ثلاثة بحبوني مو وحدة، ثلاثة بدل ما أنصدم هالصدمة هي بعد كل 46 سنة عايش مع هذا العيش المشترك. ولي همك ولسه ما صار شيء، خانات ثلاثة لساتها فاضية، بكره بس تسافر بتعبيهم سيدي. لك ما شاء الله عليك شو ناقصة؟ ما بدك غير إعادة ضبط المصنع وتتجوز بدك يا أجنبية أجنبية. ليش هي رح تخلينا نسافر؟ ما حتخلي، ما حتخلينا يعني. وانت بعدين لبين ما تقنع الكل بتكون يا اما الحرب خلصت يا اما نحن خلصنا. تفائلوا بالخير تجدوه. شو بنا سير؟ لا يا سيد خلي، هاي عاد اللي صار جيبتنا وبكره الصبح بيكون هون. ايه روح اسمع، روح بشرها وخبرها لامك. روح يا رح روح، خلي عادل يبشرها ولا يهمك. ولا تتضايق ابو عادل يقبرني هلوش. روح هيك سمج. يحرق قلبك مثل ما حرقتي لي قلبي يا فيحاء. انه بس بدي افهم شو بتخسري اذا قلتي لي بحبك؟ يعني ما حدا رح يدفعك حق مصاري؟ شو اعتبريها كذبه بيضة؟ شو رح تخسري يعني؟ يا حيف يا عادل يا حيف، كنت مفكره كل الحيطان رح تنهد من حولي الا انت. انت الحيط اللي انا برتكي عليه. خلاص امي خلاص، طالما بكره جايين بكره بنحكي. الله والنبي يحرسك، مع السلامه. نحن ما حدا بيتحدانا ام عادل، بنحط راسنا بشغله بتصير. ايه لا تنبسط لا تنبسط كثير، راح يضل سبع حيطان سبعه بعيون الشيطان. ماما سمير بده يحاكيكي على سيره الحيطان. هاي راحوا حيطين بس ولا ضلوا سته. مو إلك لك أمي مو إلك. يا حيف يا أبو سمرة يا حيف، باين ما لقيت خبطتين وخبطة لك أمي دغري هالري. هلا مشان ما يفهمونا غلط، عم ضربك ضرب لك يا ابو امين. لك منين بتشوف انت؟ شو مركبنا دور قلاب يعني؟ بسم الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، مستحيل مستحيل مستحيل، وطني ليس حقيبه وانا لست مسافر. لك يا صديقتي الثائره لا تخليني اخلعك كف هرلك سنانك ورصع فيهم الحقيبه. انا محكي مع رضوان مو معي، وانا مكلفه تحكي باسمي. إيه شو محكمي انا لا توكل حدا يحكي معي باسمك؟ أنا عم بحكي معك لأنك أخي. أخي ما بدي إياك تحكي معي، أنا ماني موافق وما رح غير رأيي. اسمعني لا توافق، أصلاً أنا ما بدي إياك توافق. تفضل. باختصار، وجودك برا أنفع للثورة من وجودك هون. أوف 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 أوف، شو فجأة قلبت مع الثورة؟ مع لحد علمي كل عمرك واحد رمادي. إيه وطول عمر هالنار تحت الرماد حبيبي. ما في. النار يا بتكون فوق الرماد يا أما النار اللي تحت الرماد هي كلام فاضي. ماشي مثل ما بدك أخي، لا قلبت ولا بعتبرها ثورة، بس رأي أحكي معك من منطقك. أها اعترف، ما بدنا نضحك على بعضنا. وشو بيقول منطقي بالله؟ منطقك بيقول أنه أنت هون لا عم تحل ولا عم تربط بالنسبة للثورة، ولك على الفيسبوك ما عم تقدر تحكي، عم تغني بأسماء مستعارة، ولك وجهك ما عم تقدر تنزله بالصورة. يخلصني بقى يا. ليش انت رفيقي على الفيسبوك يعني؟ ايه نعم باسم مستعار، فريندك انا. يخرب بيتك، شو اسمك على الفيس؟ بعدين بنحكي مو هلا. بس اوعى تكون صديقي كمان. ايه صديقي، كيف لك انا؟ تخيلي ما اكون صديقي، وكل البوستات اللي عم تسلخيها مو عاجبتني، بس مؤجل انت بعدين بنحكي. رضوانه برا. مو بطولة الكتابة من برا. لك من جوا البطولة. لك يا بني ادم،
أربع خمس بوستات وبيقشوك بتختفي بتصير ذكرى، بينما برا بتسجل أغانيك باستديو بتغني وانت رافع راسك باين وشك وكاشفه، بتدور على عواصم الدنيا يا معلم، بياخدوك بقى على حفلات وإعلام وصحافة، ويمكن فرقة برلين تاخدك، مو أحسن ما تضلك هون؟ موهبتك عم تخم وتختخ من تحتك، لا مسترجي تبين وشك ولا مسترجي تقول بدك ياه ويا مسترجي تحفير وغمق. رضوان ما بده يسافر، خليه هنا اشجو، اصلا هو مو فارقه معه. ياسمين طولي بالك انت. شو يعني رح توافق؟ لا مو انا اللي بتراجع عن رايه. فكرت. مع انه التراجع العقل بيقول لك التراجع عن الغلط فضيله. ايه بس حبيبي انا ماني على خطا. والله بيقدم نفسه ضحيه مجانيه بالوقت اللي بيطلع بايده ويخدم ثورته وبيكون على غلط. ولا تزعل مني، من وراك ومن ورا امثالك واللي بيحكوا مثلك وبيفكوا مثل حكايتك، الثورات بتخسر حبيبي. حاجة تنظر حاج، انت كل عمرك واحد رمادي، عن جد قمة الكوميديا لما واحد مثلك بيحكي عن الثورة. وين الكوميديا بقى؟ شو انا مو مثلي مثل العالم؟ يا سيدي بجوز انا اكون ثوري اكثر منك، بس لابد من خوفي، لابد من الخوف يا اخي شو هذا؟ الله يفرج احسن شيء. يا سيدي انا على صفحتي على فيسي في عندي بوستات سالخ، انا بوستات اقوى واتقل من بوستاتك بعشرين الف مره، بنتقد فيهم العظام. مين؟ النظام. اي مو مرجل باسم مستعار. ليك ايتها الثائره الجميله لا تخليني اخلعك كف اسنانك، ركب لك سقف مستعار. ها شو بدي كاني يعفطوني مشان نصير بطل؟ بدي كاني اختفي يصير ذكرى يعني؟ ايه لك افرضوا لنا هالموضوع انت وياها، مش على الله بدي اتدرب عندي شغل. تفضل شغلي. رشرش تيرش رش تيرشرش. ايه حبيبتي تيرشرش ودق الماني واما نعيمه، هذا ذوق الجمهور تبعك دون مستوى سطح البحر الميت. تيرشرش ارجيله شهني على ارجيله، تيرشرش ارجيله شهني على ارجيله. دكتور منزل؟ خير بروفيسور ناجي؟ في شيء؟ يعني إذا بدك تعتبره تدخل بشؤونك الداخلية لا تجاوب. سؤال. حماتك شلونها؟ لونها زفت أسود، ومتمني بقى هيك عزرائيل يحط إيديه ويخلصني منه بقى. يا رجل صار له بيجي 10 سنين تقاعد ولساتها مدربة فتوة لهلا، كيف كانوا هالطلاب متحملينا؟ الله بيعرف. طيب واللي بيخلصك منه؟ وفوق تكاليف العملية 5000 ليرة. بس وينك؟ خبرني قبل بوقت مشان شيل الشادر اللي على السطح فوق. شو خص الشادر اللي على السطح؟ لا يا بروفيسور شلون يعني؟ طبعا بدي شيل الشادر من على السطح مشان القناص يشوفها منيح بس تطلع تنشر الغسيل. لكان لك يخرب بيتك بدك تطالع عليها السمعه، مين شاف سيط القناص؟ كمان مو معقول يعني تخلصني منها بقذيفه هاون، ما بدنا نقعد نصلح من ورا المخلوقه نحن، فاهم علي؟ لا بالقناص ولا بالهاون يقطع عمرك. لك مين سر؟ انا خياط، خياط مو جزار. في واحد حاطط صك عينه علي بالحلال ورغبان فيها بأشغله. ايه لا غبار عليه، واليوم قبل بكره، بالرغم انه يعني هيك بشوف فيها قلة وجدان نبلي حدا فيها لمصوفة الرقبة هي، بس وينك؟ اللي من ايده الله يزيده. يعني موافق؟ لا غبار عليه، وباصم لك بالعشرة كمان، بس عشرت شروط على كيفك. وتاني يوم يرد لنا اياها بحجة من الحجج. ها بتفهموا هاي القصة كتير منيح، البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. لك شو عم يجيك من راتب يافوة؟ شو عم يجي؟ كمان هيك في رواتب؟ شو هالحكي هاد؟ بتتكولك راتبك كل أول شهر هيك بتأمن حياتك وحياة أولادك، ما بتضل مكوس مشانه. شلون على الحدود؟ يعني شو عم تعمل على الحدود؟ يا سيدي ما راح حدا يزعل منك دخيلك شو محتال؟ لك قاعد عم تبيني كل وقت وطنيات، واقف على الحدود لك تقطع؟ كل جنس ما بتلاقي حدا محتال قد منك، وينك؟ فيحاء تعال. بدي احكي مع فؤاد لحقيقة قبل ما يصير برات الحدود يصير خارج التغطية. حتى انت يا فؤاد؟
يا حيف عليك يا فؤاد يا حيف عليك. شو بدك تشرح لي لك امي؟ عم تقول ناطر على الحدود. لو كان عندكم مشاكل كنا قلنا فيها وما فيها. شو عرفك رح توصل لعندكم؟ شو بتعلم بالغيب انت ولا ماشي على الطالع؟ هو ما بيعلم بالغيب، بس النار بتضل شاعله. طالما بتلاقي النار شي تضل عم تاكله رح تضل شاعله وهابه. معلش، الله يوفقهم وييسر دربه. اللي بده يسافر من ولادي يسافر، هو حر ما رح امنعه. ايه ما رح تزبط معك ريحة، ما رح تزبط. حيطانك عم يقر وحيط بقى فحيط. ايه على مهلك على مهلك على حالك، مو كل حيطاني رح يهروا. لسه بقيان حيطين، هدول ماكنين ومأمنة فيهم كتير، يعقوب ورضوان. شو هالحكي؟ شو بيفرقوا هالحيطين عن الحيطان التاني؟ اه شو بيفرقوا؟ لا بيفرقوا كتير. هدوك لبنو وخفان، هدول دك. ايه قاتلي فيهم صباني خيرات الله انا وحامي. صاروخ جراد ما بيخرق فيهم هدول. مسيك باعي جراد. كأنك مبسوط ابو عادي. فؤاد عم اتصل فيه مشان اقنعه يهاجر. حزير شو طلع؟ شو طلع؟ قاشش مرته واولاده وهلا هو على الحدود. لا عم شو عم يعمل على الحدود؟ شمع الخيط، نحن كنا عم نفكر نشمع، هلا هو مشمع وخالص طلع. عم سابقنا بمراحل هذا فؤاد. هو كان مظبط كل شيء وما خبرنا قاش مشان ما نزعل. فكرني بالاول انه انا عم رش له. لا اعوذ بالله، شو هاجر وما هاجر؟ تحريشتك يا فؤاد. لك من صغر وهذا الولد محتال من صغر. ممتاز ممتاز، ما طلع قدامنا غير هذا الحيوان الوافي، مفكر لحاله قائد ثورة الآخر. شو يعني؟ ما في منه أمان؟ شعلنا تحته، وطالما اشتعل تحته جاري الاستواء أبو عادي. سبحان اللي خلقوا هالولد، طول عمره جائر. يعني إذا بتخلط كل لغات العالم هيك بتسويهم كوكتيل، ما راح تلاقي كلمة تعبر عن جقارته. طالع لأمه، يعني من صغره هيك بتلاقي هيك نظرته، هي فيها هيك جقارة. يعني بعمرك شفت ولد عمره يوم واحد تطلعته هيك جقرة؟ ما في. ولي همك يا أبي، قد ما كانت درجة الجقارة عنده مرتفعة ما بيهدي قدامي. أول جولة بنعطيها بالنقاط، الثانية بنتعادل، الثالثة بنجيبه أراضي بنعيبك نحن. بنتكتك تريدي؟ إيه أنت أبو التكتيك. الظاهر أمها كانت تتوحمي على زنبرك لما كانت حاملة فيك قد ما بتتكتك. يقبرني هلوش مقاطب وهاي بوسة. بعد هيك بعد هيك. هيك لأحمل الدستور؟ شو مو معبرني ولا مو شايفني ولا شو؟ والله محتقر حالي يا فداء. اليوم مغني شي 20 مرة تيرشرش، خجلان من نفسي، وكل وبش حامل لك هالموبايل ونازل تصوير فيني. إن شاء الله ما ينزلوه على اليوتيوب. فضيحة فضيحة. لك ناب اليوم على جزيرة هيلاني ما حس بالعار اللي أنا حاسس فيه هلا. لك عار شو؟ يوتيوب شو دخيلك؟ يعني إذا انطرش اليوتيوب بالدنيا حدا رح يعرفك؟ إيه أمك ما رح تعرفك. بعدين إذا متضايق من الغنية يا أخي لا تغني. هذا ذوق الجمهور تبعك اللي انتزع على مدى عم تلك. شو أعمل يعني؟ عالم عم تجي بتدفع مصاري مشان عيد الغنية وأنا رايح استرزق بقول لا يعني؟ لا أيوه قبال، بس لا تنق أخي. بعدين تعال أقلك، مو جيبتك مليانة؟ مو عم يدفعوا لك مصاري؟ يا سيدي احتقر حالك بالمصاري، أحسن ما تحتقر حالك ببلاش. ليش في قدامي طريق تاني؟ خشب الدار الأوبرا اللي كل عمري أحلم اعتليها صارت كبريهات لأولادهم مشان يطلعوا يقلدوا فيها مطربين. وأنا هيك عم أقول، الله وكيلك بيشتروا المسخرة مشترى، بيدفعوا حقها بالعملة الصعبة لما بيلزم الأمر. روح أخي روح. سهران ولا بدك تنام؟ سهران فوق. كوني بالترشرش تبعها يا زلمي. انا بعزف كل المقطوعات الموسيقيه بالعالم، نقول الترشرش ليهزولي بدني فيها. ما معقول ما معقول. لك اذا بسمعها بحس كانه واحد كامش كرباج ونازل قتل فيني. لك يا اخي انت ليش بتعتبروها بوغار؟
دور ليش العالم بيحبوا تيرشرش أكثر من موسيقتك. لأنه ذوق انشغل على تخريبه بشكل منظم. بدهم شعب مسطول شو ما عملوا يقولوا إيه ويزقفوا. إيه مو صحيح الحكي. يعني فكر بدول تانية أحسن. لا يا سيدي، أنا هون بشوف بيجي الذوق أرفع. لا أستثني منهم أحدا. يعني أصلا ما عم بحكي أنا بس عن هون. هلأ شيلنا من هاي القصة وخلينا بموضوعنا. تفضل عم اسمع. أنت بعدك مقتنع بكل كلمة قلتها؟ مقتنع وعم احكي معك بصراحة. هلأ أنا مختلف معك 100% ولا عاجبني شي من أفكارك، بس لو كنت مكانك بعمل هيك يا رضوان. هو كلامك في منطق، يعني الحق يقال. إيه بس أنا ماني مقتنع. والله أنا قلت اللي عندي وأنت فكر فكر. أنا فيك وبلاك مسافر، بس والله رايد لك الخير. والله يا رضوان يعني فكر فكر فكر. يلا أنا شت داون. تصبح على خير. لعب الشيطان بعبو. اشتغلت التحميلة. يعني مستحيل، يعني على فرض على فرض انه انا بدي سافر معكم، مستحيل امرق على الحدود ما اسمي موجود عندهم. هلا انت مستحيل تمرق على الحاجز اللي براس الحارة، فكيف على الحدود؟ ايه هذا اللي عم اقوله، مستحيل اقدر سافر مستحيل. يعني بعدين الشباب ما هم فاضيين لهلا، احسن ما انلقط يعني على الحدود او على شيء حاجز. بلا رضوان مستحيل اذا غبي، بس اذا بتفهمها على الطاير كل شيء بيصير، حتى ال بيطير. لا شيء مستحيل. ايش وهي ابرا كدابرا سحر؟ بل ابعد، البرطيل. لا مستحيل مع البرطيل، سيفها هاي براسك. يعني بيمرقوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو صار لك؟ فنجرت عيونك؟ ايه بيمرقوك وبيمرقوا الاكبر منك. لك يا اخي عم يمرقوا شغلات ما تخطر على بالك، وين عايش انت؟ ولا مفكر لي حالك شي جيفارا؟ ماني مفكر حالي حدا، بس يعني شو الضمانات انا بدال ما اروح على المانيا اروح على شي جناح من اجنحه صيدنايا؟ ايه ومنشوف تشكي صيدنايا. رضوانو قوت خلاص، اعتمد علي، في طرق مضمونة. صرنا مرئين ناس خيرات الله، وك أبو عدنان صار خبرة بهالشغلة. ماشي بفكر، بس ما بوعدك. ها إيه شو شايفني مسنطر عليك دوشكا وعم لك وعدني؟ فكر بالقرار اللي بيعجبك وأنا راح أكون مع قرارك وأحترمه وراح أضغط لك لايك. أخي سلام، شكراً على رحابة صدرك. لك لا ولا شكر على تناحي راسك. بابا تعبان شي؟ ضروري واحد يكون تعبان لحتى يتفرج على المرأة؟ لا مو القصد، بس قلت لحالي بجوز تكون خايف يكون مصفر وشك ولا مزرق تحت عيونك، بعرفك مغوش. تعالي تعالي لشوف، تعالي شوي عاوزي. لك ليش شو بك شو في؟ لا ما بقدر ما بقدر افشخ فشخة، بخاف شي هاون ينزل هون كيف ما كان محمية تحت سقف. شو بدك انت ليش نادت لي؟ هلا ليك انت بتعرفيني، بتعرف اعتبري حالك ما بتعرفيني بالمره. يعني انت ماشي بالطريق هيك قمت طق صادفتيني قدامك هيك بخلقتك. قديش تعطيني عمر؟ قديش تقدري؟ قديه يعني قديه قديه عمري؟ 20 سنه. هلا بلغ العظام، عم اقول لك عن جد عم اسالك قديش؟ 40 سنه. بالكثير بالكثير 45 شقت حالها. ممتاز، يلا تيسر روحي روحي، ديري بالك من الهاوي. ها كما اشتاق امنت بالله.
شو يعني جريمة إذا واحد طلع على حاله بالمراية؟ الجريمة مو إنك تطلع بحالك، الجريمة هي السبب اللي عم يخليك تطلع بحالك بالمراية. شو الحكي؟ شو السبب يعني؟ ولو ما بدنا نحكوا فيها، أنت عم تطلع بحالك بالمراية أكيد مو مشان تعجب الست فيحاء، مزبوط ولا لا؟ يا مزبوط، مشان تعجب فيني برجيت باردو. روحي روحي بحبشي بجنس، روحي ما رح تلاقي أغلظ منك وأسمج منك، روحي. أنا هيك عم أقول. هاي 500 ليرة لك ارفع ابو امير والله العظيم شكلنا نشوف تجيبون والله اللي بديت بردخ بدي احط مصاري يا اما بلاها هالبردخه لك اشو ابو محمود اشو حدا ما بدلك خاي اي ما تاكلنا عليك مصاريات نحن على اي الطرباء بكره بس يجي الزيت مو بس مسكر لك حسابك على دوز بارا فوق منه حبه مسك تنكة زيت منيح هاي لك صار له زيت سنتين ما اجا شو عرفك ما تبطل لك كمان 10 سنين ساعتها منبطل نقول عيش يا قديش لينبت الحشيش ايه ايه اشو منصير نقول ساعتها لك ها ساعتها منقول عيش يا حيطه يجي الزيت والله يا ابو امين الهيئه ما رح يجي زيت بنوم ايه لك فال الله ولا فالك اشو هالحكي اللي عم تحكي انت ان شاء الله بكره الشغله كلها بتنحل والعالم بتبرك مع بعض على كاسه شاي وبتتفق حبي حبي والله يا ابو امين ما بظن العالم عنا ما بتجتمع فوق مع بعضها الا لتتفق علينا بس طمني اشوف يا اخبار اليوم ان شاء الله ما راح يكون حدا من امبارح لهلا والله لحد هلا الحمد لله امورنا بخير ما راح لنا اي حدا متاملين من الله يمضى النهار من دون خسائر انت يا ابو امين طمنا ان شاء الله ما راح يكون حدا لك شو بدي اقول لك اجاني اس ام اس خبروني فيه انه في اثنين من اولاد عمومتي مفقودين هلا يا لطيف على هالحكي يا ابو امين وين مفقودين؟ لك ايش بعرفني هن مفقودين هن معتقلين هن مقتولين الله وكيلك ما بعرف اخي بعيني الله لبين ما يجي الزيت تبعك نزلها لهالسله نزلها نزل شوي نزل شوي شي رصاصة طايش احسن يعني ما في لا رصاصة طايش ولا قناص شباب بس في هاون عنا ايه هام هون فوتي فوتي يا ميت قلبي ليه 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 لك شو هاد شوفي العمى شو هاد لك احلى خط نظر بالنسبة للقناص بيجيبكم واحد واحد بلعبتكم بدون ما تحسوه لازم يتسكر هاد لازم يتسكر الله يقويك يا ناجي الو اهلي شو لا ايه لك قلت لك الف مره تقفلي الباب وبتحطي المفتاح بعبك حطي المفتاح بعبك بعد ما تقفلي الباب لانك متوحمه على سعدين اولاد بنطوا من فوق حيط امهم عشو بدها تكون متوحمه على قرود انا بتصرف شو بكلك ابو عدنان بتضلك معصب لا حول ولا قوة إلا بالله والله الله ستر أخي ناجي الأولاد عم يلعبوا محل ما نزل الهاون دخلك وين نزل الهاون تعرف؟ ما بعرف يعني إذا صوت من هنيك بس وين بالضبط ما بعرف لك شو قصة هالأولاد كل ما نزل هاون بيكونوا راحوا لعنده خير يقبروا قلبي بيحبوا يجمعوا شظايا بكل الدنيا الأولاد بتجمع طوابع بتجمع صور علكة إلا عنا الأولاد عم تجمع شظايا لا حول ولا قوة إلا بالله Oh
شو بدك يعني قوم اعمل يعني قوم ارقص لهم؟ لك لا بس ما بدك تسلم عليهم. لك يقطع عمره وطى راسنا، ما عم تقري شو عم يكتب على الفيسبوك؟ ما عم بقرا شيء. رفقاتي على الفيسبوك بيسالوني اذا بيقربني بقول لهم لا. تخيلي اذا واحد من رفقاتي سالك كتب تعليق انه هذا اخي، لك كرامتي مو لتتمرمغ بالوحل بشغله اوسخ من هيك بكثير. دودو بدي اقول لك شغله بس لا تزعل مني. ما رح ازعل، قولي. صايره معي عاده ما بتسوى على قله الحركه. عاده شو ليه؟ امبارح لمحتك فتت لعند سلام انت جاي من الشغل. والله وين المشكله؟ واحد فات لعند اخوه، قولي لي. لك لا بصراحة سمعت عليكم من ورا الباب، عن هاي العادة عم بحكي. مفهوم. دودو شو القرار اللي اتخذته؟ بارح قلت له يا سلام انك بدك تتخذ قرار. بيني وبينك سلام معه حق. لا تقلي رح توافق. هلا بدك تقولي انه مالي كلمة وبدك تقولي عني اني واحد انتهازي، شو ما بدك تقولي قولي. بس يعني ما عاد قلنا خبزة هون. ايه رح وافق. لك شو بك انبسطتي كل هالقد؟ لك طولي بالك العود! ولك انا طول الليل عم بدعي انك توافق، لك ايش بدنا نقعد نعمل هون؟ ايه بس هذا مانو قرار نهائي ها؟ لانه ما بدي اترك ولا فرصه للدب يعقوب انه يعيرني فيها. طيب احكي معه. لك عم دق له، دقيت له على السكايب ودقيت له على الموبايل بس ما عم بيعلق، خلص اليوم المسا بدي احكي معه. ليك اخي حط على شرط من هلا، اوروبا ما بدنا دول شقيقه؟ ايه لا تخافي. الدول الشقيقة ما عم تستنانا، بعدين مو شايف العالم اللي قاعدة بالدول الشقيقة شو عم بيصير فيها؟ وثلاث ارباعهم ما عم يعطونا فيز، تقولي نحن وباء؟ مسكي. تعري من زمان عم يخططوا، وأنا يا غافل إلك الله. طلعوا بايعين كل شيء. يا بشوم، بقيان بس يعقوب. ورضوان. رضوان مشي حاله، امبارح أبو السلم فتلوا راسه، ومو بقيان هلا غير يرجع ويتناوله بالضرب القاضي. ضربة هاون تسفقني وتجيبني هنيك إلهي. لا عرفت، عرفت بمين شد ظهري أنا. أمي مشان الله وافقي، كرمال الله وافقي، سبحان الذي خلقك. بتشتري كبرة الراس مشترى، بتدفع حق شيكات على بياض إذا لزم الأمر. هلا شو بعمل لك يعني يا عساف أفندي؟ أنا قلت له لزم ووعدني يحكي معك، لو صار شيء كان رد لي خبر. هلا اذا كان هو مو طايقها معناتها لازم يستعجل بالقصه. بعدين ناجي انا ما معي وقتها وفهمكم كفايه. لك هي حرمه محترمه، محترمه قاعده ببيتها مو ببيته. لك حتى لو كان عندها خاطر انه تتجوز، يعني فكر حالك تروح تدق علي الباب من هون وتاخذها من هون. لبينما يحكي معها، لبينما توافق او ما توافق، الشغله بتاخذ وقت. والله يا ناجي خايف، خايف يا ناجي، خايف ولادين الحرام اللي ببالك منهم يعرفوا انه انا لحالي قاعد بالبيت يقوموا يحطوني ببالهم. يحطوك ببالهم؟ لك انت مجنون لك عساف، يعني بيدا رح تشد فيك اذا حطوك ببالهم؟ انت وياها ما بتزيدوا عن بعضكم اصلا، انت فيك وبلاك مثل قلتك وهي نفس الشيء. لك على القليله يا ناجي ما بكون لحالي بالبيت، بشوف واحد اخذ واعطي معه يا سيدي. خلاص انت اتكل على الله. ليك طالما ما في رد معناتها ما في رفض، حتى لو ما في موافقه. يا حيف، يا حيف عليك يا رضوان. مو على اساس وطني مدري مانو ايش، وانا لست مدري ماني شو، ومن هالشغلات. انت يا رضوان. يا ماما يا حبيبتي خلينا منطقيين، اذا الانسان ما كان فاعل بالمكان اللي هو موجود فيه ما في مانع انه يغير المكان لحتى يصير فاعل. بعدين يعني انا برا احسن لبلدي من هون، انا مقتنع بهذا الشيء. بعدين انا ماني هربان، انا مغير مكان اقامتي بس. امي العلة مو بالمكان، العلة بيلي بالمكان. هو بيعمله جنة وهو بيعمله جهنم، جهنم الحمراء اللي تشويني لحتى ارتاح. بعيد الشر عنك، بس يعني هو صار من زمان جهنم، بدك يانا نضلنا عايشين بجهنم؟ بس ولا بلدنا ما صار جهنم، صحيح جار عليه الزمن شوي بس لسه ما صار جهنم. ليكنا عايشين وما احلانا، شقفة هول ما نزلت عنا، ما صار جهنم. هي
كبيرة انت. الو، ايه يعقوب؟ طمني، في شرفك. لا لا، نحن ناطرينكم، ما هذا هو الشرط من الاساس. يلا يلا لا تأخروا. خندق الدفاع الأخير تبعك أضعف من خط بارليف وأكثر هشاشة من خط ألون. شو قالوا لك؟ قال ضبوا شناتي وطالعين من البيت جايين لعنا. شو يا خليل؟ إذا كان عرسك اليوم عزمنا، بلكي منرقص لك شوي. لك أي عرس؟ ليش هلا في وقت عراس؟ روحي، ليش متزاولي؟ نزل هالشنات من فوق، خلينا نطب أغراضنا. أبو السلام، إيدك على بشارة. بشارة شو؟ لك الكل وافقوا، آخر واحد اتصل قبل شوي يعقوب، قال هن جاهزين رح يضبوا الشناتي ويجوا. لقوا. يا سلام، بهالسرعة انهارت التحصينات المنيعة. كنت متوقع عملية الإقناع رح تاخذ لها شي شهر، قلت لحالي بنلحق نبيع المحل والبيت. ما حدا بيحب يقعد بقلب النار أخي، الوطن صحيح غالي، بس معلش الواحد يشتاق له من بعيد لبعيد، أحسن ما يروح فيه بقذيفة هاوي.